البلد منوره يا اخي. طيب يا عرب هناك كل وقت غيوم. اقول لك اول ما دخلت فيينا حسيت حالي قاعد تركيا لاول مره في اسطنبول. شفنا الضوء احنا يا اخي، انه بلد حلو يعني. ما صربيا ما تشوف الضوء، ما تشوف الا دخان النار. أهلا وسهلا يا أصدقاء، رجعنا لكم فيديو جديد من قناة بوكاردي، الهجرة إلى أوروبا بدون مهرب. طبعا هاي الفيديو كنت مخصصه، كنت بدي أريد أحكي فيه كيف دخلت إلى النمسا، لكن بما أنه حاليا في كتير عالم عم توصل من صربيا إلى النمسا، ففي شوية معلومات لازم أقدم لكم إياها ضروري حتى يكون عندك علم فيها، أو إذا إلك مثلا أحد الأقرباء بالبوسنة والهرسك أو صربيا عشان تخبره شو حيصير معك إذا كمشوك في النمسا، أو إذا أنت سلمت نفسك اللجوء في النمسا كيف عم يصير بالنسبة للعذابي والمتجوز، الجنسيات اللي ما عم تقبلها النمسا، يعني حتى يكون في عندك علم بهي المعلومات. بس بالأول حاب أنوه شغلة مشان اللي عم يراسلوني على انستغرام أو على تليجرام أو شي، موضوع النقاط أخواتي اليوم ما بنصحكم تاخذوا النقاط لا مني ولا من غيري، أنا بقدم لك إياها ما عندي أي مشكلة، لكن ممكن تكون نقاط مضروبة أنا ما عندي علم فيها. أنا بقالي 3 أو 4 شهور من خرجت من طريق تركيا لهون، فما بعرف شو وضع النقاط اليوم إذا مضروبة أو لا. الأنسب لألكم إنك تروح تشوف ريبري مثلا على النهر عم يقطع الناس، هو بيكون أدرى بالنقاط المضروبة والمو مضروبة، تاخد منه نقاط شغال، هذا الأنسب لإلك. حتى ما تقول إنه مثلا أعطتك نقاط انمسكت فيها أو ما شابه ذلك. بالنسبة للنمسا أخواتي شو حيصير معك إذا أنت سلمت نفسك أو مسكت فيها؟ طبعا في معي هون أصحاب، منهم اللي مسك على حدود النمسا ومنهم اللي سلم نفسه من حدود النمسا. بعض الأشخاص مسكوهم على حدود النمسا صربيا وأخذوهم فورا بصموهم عشان يعملوا لجوء، وفي عندي أصدقاء سلموا نفسهم من الحدود وتم إرجاعهم إلى صرب إلى المجر. لازم يكون عندك علم انت لما تدخل، حاول تدخل اقل شيء 10 كيلو جوا النمسا حتى لا يتم ارجاعك الى المجر. بالنسبة لك اذا انت سلمت نفسك في النمسا او اذا هن مسكوك، في فرق صغير بس. اذا انت سلمت نفسك عزيزي راح ياخدوك، اول شيء بصموك يسألوك عن اسمك وهيك، بعدين ياخدوك على حبس، بياخدوا منك من اول يوم كل شيء اغراض معك، دخان، مصاري، جوال، وبيحبسوك ليلة لمدة 24 ساعة، يعني بيحبسوك ضمن غرفة لحالك بتكون فيها. تاني يوم بياخدوك يبصموك وبتجلس مع قاضي، وهذا القاضي بيكون في جنبه مترجم، وبصير يسألوك عن اسمك، اسم أهلك بالتفصيل، مواليدهم، كيف جيت انت وليش جيت مثلا النمسا، وين كنت رايح وين كنت جاي، كل هاي الأسئلة بيسألوك اياها بهذا اللقاء. اذا انت متجوز ولا عذابي كمان بيسألوك، اذا متجوزك تعطيهم تفاصيل زوجتك بالكامل، عمرها، اسمها، مواليدها إلى آخره، وإذا عندك أطفال كمان نفس الشي. الجلسة بتدوم ما بين نص ساعة وساعة، يعني ما هي طويلة، وبعدين بيعطوك أقوالك اللي أنت حكيتهن بتوقع عليهم وتاخد نسخة منهم حتى تقدمهم بالمحكمة اللي راح تصير بعدين، هي المحكمة الرئيسية. بعد هاي يرجعوك على الحبس اللي أنت كنت فيه وبنقلوك على غرفة ثانية بس بيكونوا فيها مجموعة أشخاص 7 أو 8. طبعا إذا أنت كنت سوري الجنسية او عراقي او فلسطيني راح يشيلوك من الحبس تاني يوم مباشرة، يعني ياخدوك لمقر حجر صحي. هذا الحجر الصحي كمان راح يكون مثل الحبس، يعني ممنوع تطلع ممنوع تفوت. بالنسبة للدخان او المصاري او شي، اذا انت بتدخن مثلا حاول انك لما تدخل النمسا يكون معك مصاري، لانه هناك ما فيك لا تجيب حوالي ولا اي حد يقدر يساعدك، والافضل يكون المصاري مصروفات 10 يورو 10 يورو، يعني من فئة 10 يورو، وتخليهم معك هدول عشان تصرف فيهن المدة اللي هي من أسبوع لأسبوعين، يعني من أسبوع ل15 يوم. راح يحطوك بهذا الحجر الصحي عزيزي لمدة مثل ما حكيت من أسبوع لأسبوعين لحد ما يعملوا لك أول فحص كورونا. بعد أول فحص يا بنقلوك لحجر صحي تاني كمان بتضل فيه شي أسبوع زمان، يا ما بتضل مكانك. يعني إذا نقلوك على حجر صحي تاني كمان بتضل فترة أسبوع تاني، يعملوا لك اختبار كورونا ثاني يعني، وبعدها بيجي فرزك على مناطق مثل انا مثلا مفروز على منطقة مقاطعة تيرول، وبعدها بتبلش اجراءات
لم الشمل. في مجموعة من الأشخاص عم ياخذوا بطاقة بيضاء بطاقة خضراء، شو الفرق بينهم؟ أنت لما تروح وتاخذ بطاقة خضراء يعني أنت في عندك أشياء أمنية عم يتم التحقيق فيها، مثلا أنت عندك بصمة لجوء في رومانيا أو بصمة لجوء في اليونان أو إلى ما شابه يعني. وبعدين بطاقة خضراء بيقلبوا لك إياها وبيعطوك إياها بيضاء. إذا أعطوك بطاقة البيضاء فورا فأنت يعني ما عندك أي مشاكل أمنية. طبعا هي ما دخلها باللجوء، سواء انه يرفضوا لجوءك او يقبلوه، في قاضي هو اللي بحدد هاي الامور. اذا انت كنت باصم مثلا برومانيا او دوله ثانيه ممكن يسحبوك. بس بالنسبه لك اذا انت بصمت بالنمسا ما بنصحك تروح تغادر منها الى دوله ثانيه، بحجه انه مثلا ممكن تكسرها او انه في عندك اخ او الى اخره، هذا الشيء ممكن يصعب عليك وترجع. بالنسبه اخواني دي للجنسيات اللي ما عم يقبلوها بالنمسا، انا لما دخلت الحجر الصحي التقيت باحد الاشخاص عراقي الجنسيه، كان قادم من ألمانيا، كان بقيله يعني بقيله 8 سنوات بقلب النمسا جالس فيها باصم فيها يعني هو، لكن رافضين لجوءه. والشخص هذا يعني كتر ما حاول في النمسا انه يقبل لجوءه ورفضه، للأسف غادر راح لألمانيا واشتغل هناك فترة، وبعدين قدم لجوء ألمانيا وظل سنة كاملة، وبعد هاي السنة رجعوا للنمسا. السبب انهم يعني سألوا النمسا انه هذا الشخص بده يقدم لجوء اذا انتم بحاجته او لا، فطلبوه. العراقيين اخواني اغلب اللي واجهتهم لحد الان عم ياخذوا رفض في النمسا، لهيك انا بنصح العراقيين انه يسلموا حالهم بالنمسا، يحاولوا المستحيل ويطلعوا منها، يروحوا ايطاليا افضلهم من النمسا. يعني ايطاليا على الاقل بتعطي مثلا لجوء فيك تروح تشتغل بعدين، او يروح المانيا. المانيا ممكن تعطي لجوء لا بس اقل شيء تعطيه سنه يعني اذا ما كان في عنده بصمه ثانيه بدوله ثانيه، أو يروح بلجيكا، يروح أي دولة تانية يعني إلا النمسا. ما بنصح إخواني العراقيين، والسبب إنه السبب اللي ذكر لي إياه الأخ يعني إنه بعض العراقيين إجوا للنمسا وأخذوا لجوء، وبعد فترة ملوا يعني وقرروا يرجعوا بلادهم، قدموا رجعة طوعية بحجة إن العراق بلد آمن. فاليوم النمسا تعتبر العراق بلد آمن. نفس المشاكل عم تصير مع بعض الفلسطينيين، مو الكل. أفضل جنسيات عم تقبلها حاليا النمسا هي السوري بلا شك الأول، يعني تقبله فورا، واليمني حتى اليمني عم يقبل لجوءه. ما تبقى الجنسيات أنا بنصحهم يغادروا النمسا، بيحاولوا ما يلمسكوا فيها، يغادروا لدولة تانية. بالنسبة يا إخواني للجوء بالنسبة للسوريين، لم الشمل عم يكون جدا مليح. أنا عن نفسي كنت رايح ألمانيا، أنا عذابي كنت رايح ألمانيا ولقيت إنه النمسا بلد ممتاز، يعني هو ما حكوا لي لما وصلت عليها، وبنفس الوقت لغتها ألمانية، فقلت يعني ما راح يكون في فرق بين النمسا وألمانيا، بحيث إذا ضاقت بي الدنيا بيوم من الأيام فيني أروح ألمانيا أشتغل فيها أو أجلس فيها وإلى آخره. ولكن بالنسبة للمتجوزين لم الشمل عم يكون جيد فيها على هوا ما سألت. بالنسبة للرواتب، أنا حاليا موجود بمقاطعة تيرول، هاي المقاطعة حاليا بالكم بيعطوني 250 يورو بالشهر مصروف لحد ما تطلع لي الإقامة. الإقامات عم تضل فيها من 3 إلى 4 شهور لحتى الشخص ياخذها. بعد الإقامة يا إخواتي، في كل مقاطعة تختلف عن تاني، لكن مقاطعتي أنا بعد الإقامة عم يقدموا للشخص الواحد مبلغ ما يعادل 712 يورو بالشهر، هذا راتب، وعم يكون في إله بيت على حسابهم. يعني أنت بيعطوك بيت وبيعطوك راتب، البيت بيكون أجاره لحد 500 يورو، إذا زاد عن هيك أنت راح تدفع من جيبتك، إذا أقل من 500 هم راح يدفعوها، بالإضافة لراتبك اللي هو 712 يورو، فبإمكانك تعيش بهذا المبلغ وتدرس وإلى آخره. يعني بيقدموا لك إنه كل الإمكانيات، إذا حبيت تدخل في اختصاص ما وتاخذ فيه شهادة بيساعدوك بهذا الشيء، وفيك تدرس وتاخذ فيه اختصاص. بالنسبة للعوائل، أغلب اللي عم يجي لهون بعد ما ياخذوا الإقامة عم يروحوا على فيينا، والسبب إنه فيينا بتقدم راتب اللي هو ما يعادل 900 يورو، وهذا المبلغ كافي لإلهم عم يكون انه يقعدوا هم وعائلتهم بهذا بفيينا، بما انه كل شيء حواليهم موجود، مشافي، مدارس، عيادات الى اخره. لهيك يعني فيينا كانت هي انسب شيء بالنسبه للمتجوزين، ومثل ما حكينا راتبها بيكون اعلى شيء. بتعطي العذابي او المتجوز راتب ما يعادل 950 يورو وهو حر التصرف يعني، بس لكن ما تعطيه بيت، انت بتاخذ مبلغ 950 يورو وانت حر، تحب تسكن فيه، بتحب تستأجر بيت، تحب تسكن بسكن شباب، هذا براحتك. بينما مقاطعتي مثل ما حكينا بيعطوك مبلغ 712 يورو وانت حر التصرف، وبالإضافة لبيت، فانت بتضل بتحب تغير فيك. طبعا النمسا فيك تغير مقاطعتك ايمت ما حبيت.
يعني بغير براحتك، مو مثل ألمانيا. انتظرونا فيديو جديد أصدقائي، إذا عجبكم حطوا اشتراك ولايك، وشكرا لمتابعتكم.